اخبار اليوم. اهلا وسهلا. لا يعني انا بقول انه يعني الرسالة باينة جدا انها بنبعت العالم، احنا نعتبر اهم بقعة المفروض العالم يشاهد منها بدايات العام الجديد. اهم رمز للحضارة الانسانية هو هنا الاهرامات، رسالة حضارة وسلام وقوة وثقة في ان مستقبل مصر باذن الله مستقبل عظيم. واحنا في قطاع السياحه شاعلين 2016 هو عوده قويه للسياحه المصريه، ووجود هذا الجمع الضخم من الشباب ومن الاعلاميين ومن المصريين كرمز بنبعته للعالم كله، احنا الحمد لله زي الفل وبخير وقوه، وان شاء الله 2016 في عوده قويه لحركه السياحه ولشباب مصر. بنقول لهم حان الموعد للانطلاق والعمل بقوه في كل المجالات، وعام 16 يكون عام بنا ان شاء الله. للعالم بقول له احنا النهارده بنحتفل مع العالم ببدايه 2016. الهرم اهم معلم في العالم كله، بنطلع منه رساله قويه جدا للعالم كله باذن الله. تحيا مصر ان شاء الله.